الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الزمر، وما زلنا مع كتاب ربنا الذي فيه العز والتمكين، وقد قال النبي الامين: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. في روايه: وعترتي ال بيتي. الحمد لله، انتظم الصوت، هذا فضل الله، وكان عندهم اشكال، لكن ولله الحمد منا الان يعني ابتدى ينضبط. بعد تفسير سورة الزمر قال الله تعالى: تنزيل من كتاب من الله العزيز الحكيم. وهذا اقرار واثبات بالهية الله جل في علاه وربوبيته وبعلو الله. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. لا يريد الله تعالى لا يقبل الشرك بحال من الاحوال. ان الله يغفر ويشرك به، ان الله لا يغفر ويشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا هنا الحمد لله المكسر اشتغل. ماذا افعل معك يا زول انت؟ ماذا افعل؟ تؤذينا جدا يا زول، غفر الله لك. اهل السودان اهل رفق وحنو وعطف، ما ادري لك قسوه عجيبه انت يا زول. وبعدين كشف الشبهات ذهب عنك لما لم تحضر مبكرا، غفر الله لك. في الآيات مع السورة، سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا لك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ بلى وربي لله الدين الخالص. وهذا الحث واستنهاض الهمم إلى الإخلاص لله جل في علاه. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ولو أراد الله أن يتخذ، وقفنا هنا، شوفهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى: هذا كذب منهم، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. شوف انظر، فعال صيغة مبالغة. ولأنهم لما صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا ما أرادوا عبادة، ما أرادوا توحيدا، أرادوا اتباع الهوى. لأنه كل إنسان مجبول مفطور على الميل الفطري لله جل في علاه ولتوحيد الله ولعبادة الله. عنده ظل في نفسه، يريد أن يكون هذا لمن يستحق، ومن يستحق ذلك هو الله وحده ولا شريك له، هو الله وحده ولا شريك له. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله من بني آدم من ذريهم ذريته وما شهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. لذلك قال عمر بن الخطاب: مسح الله جل في علاه على ظهر آدم فأخرج ذريته فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذا هنا هم في حقيقة الأمر أنهم يتبعون هواهم، ما يعملون إلا جل في علاه، بل هم يتبعون هواهم. والدلالة على ذلك قال الله تعالى: وأضل الله على علم. وقال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قال الله: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. أراد الله هنا بالتهديد والوعيد الأكيد مع 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 رد الافتراء أو الافتراء الذي يقعون فيه بزعمهم أن الملائكة بنات الله، أن عيسى ابن الله، وأن عزير ابن الله. هذا الظلم البين. فإن الله جل وعلا يرد عليهم زجرا في ذلك. قال الله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا على ما يزعم هؤلاء الذين ينسبون الولد لله جل في علاه، وهذه مشتمة، استغفر الله، هذه مسبة، استغفر الله، ليست مشتمة، هذه مسبة لله جل في علاه، هذا شتم لله جل في علاه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يهديني ابن آدم. وفي رواية قال: يسبني يشتمني ابن آدم، يقول لي الولد وأنا الواحد الأحد. قال: لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق مما شاء. شو الله تعالى بيقول لهم: لو كان حقا كما تقولون لاصطفى مما يخلق ما شاء، كيف أجعل لنفسي البنات ولكم البنين؟
تعالى سبحانه، سبحانه عن الشرك، سبحانه هو الواحد الأحد، سبحانه هو الواحد القهار، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قال سبحانه تسبيحا وتنزيها لله جل في علاه، فإن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه والله الواحد القهار، وفيها تهديد أكيد ووعيد شديد لهؤلاء الذين نسبوا الولد لله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. سبحان ربي العظيم. هو يعلمهم أن النسبة، نسبة الولد لله جل في علاه، شرك لا يغتفر، يستحق صاحبه الوعيد الأكيد والعذاب الشديد والعاقبة الوخيمة. قال الله تعالى: ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى لاختار ما يخلق، يعني من الملائكة الذين هم خير عباد الله جل في علاه، ولكنه لم يفعل، ولكنه أنكر على من نسب الولد له وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا أحصاهم وعدهم عدا وكلهم هدا. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل لأجل مسمى. قال: خلق السماوات والأرض بالحق. فالله تعالى قد خلق السماوات والأراضين، قال بالحق نعم، فإن الله ما خلق الخلق عبثا ولا سدى ولا هملا، بل خلقهم لتوحيده جل في علاه، خلقهم لتحقيق مهمة أو قضية الكون الكبرى، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد قال الله تعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو الحق الذي جاءت به الأنبياء. خلق السماوات والأرض بالحق، ليس لغوا ولا لعبا ولا عبثا، كما قال الله جل في علاه: فأردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. المعنى هنا في أصل التكوير، الأصل فيه اللف منه كون العمامة. والحق أنه أيضا طرح الشيء على بعضه على بعض. يكور الليل على النهار، والتكوير هنا يدخل النهار في الليل ويدخل الليل في النهار، وجعلها متفاوتة، كما قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. قال الله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى له ولا تكفر. وسخر الشمس والقمر يعني ذللهما، ترى الشمس تصعد الشمس تشرق وتغرب بأمر من الله جل في علاه، لها ميعاد وميقات في شروق وغروب، ولا تتبدل ولا تتغير. والليل والنهار، فإن الله جل في علاه سخر الشمس والقمر يدلان أيضا على الليل والنهار. قال: سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، والأجل المسمى هنا هو يوم القيامة، يعني كل يجري إلى أن يأتي الميعاد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري إلى أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: تذهب لتسجد تحت عرش، تتهيأ أن يقال لها اطلعي من حيث أتيتي. قال: سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. بلى وربي، الله تعالى يقول: الذي خلق السماوات السبع ترونها من عظيم آياته، والذي خلق الأراضين السبع وهي من عظيم آياته، بالأنهار والبحار والمحيطات والأشجار
كلها دالة على ربوبية الله جل في علاه وعلى عظمة الله جل في علاه. وقد سخر الشمس والقمر فيهما فيه من الفوائد الدنيوية العظيمة أن الشمس للدنيا إشراقة يكون فيه الجد والاجتهاد والعمل، والليل فيه بعض الإظلام للنوم للخروج إلى النوم، كما قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وقد قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ثم قال الله تعالى: خلقكم من نفس واحد. وهذا أيضا من عظيم آيات الله جل وعلا الدالة على عظيم ربوبيته. قال الله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. خلقكم من نفس واحدة، يقصد بذلك آدم عليه السلام. خلق الله جل وعلا بيديه وجعل نسله من ماء. قال: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم. يعني وجعل منها زوجها وجعل ثم جعل منها زوجها، يقصد بذلك حواء. وهذا أيضا من لطيف فعل الله جل وعلا ومن رحمته بعباده، ما جعل آدم في الجنة وحيدا فريدا، بل خلق له من ضلعه حواء. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، فحواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام. ذلك ابن عباس قال: خلق الإنسان من الأرض من تراب فهو يحن إلى الأرض، وخلقت المرأة من الرجل فهي تحن إلى الرجل. قال: وأنزل من الأنعام ثمانية أزواج. وفي قوله وأنزل هنا بمعنى خلق، وفي قوله وأنزل من الأنعام ثمانية أزواج ليس إنسانا لكنه بمعنى الخلق، وهذا لا يتأتى في كل تمثيل أن يقال هو خلق، إنه قال والجان قل وقال عن إبل خلقت مما خلق منه الجان. فقوله وأنزل لكم من الأنعام يعني خلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج، خلقا من بعد خلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا بعد خلق، وهي الأطوار التي يمر بها الطفل، النطفة والعلقة والمضغة، هذه أطوار. لذلك قال الله تعالى: خلق من بعد خلق، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما ثم أنبت الشعر. سبحان الله، هذه أطوار يمر بها الإنسان. قوله تعالى في ظلمات ثلاث، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، والظلمات الثلاث اختلف فيها العلماء، والصحيح أن الظلمات الثلاث المذكورة هنا المعنى منها ظلمات البطن وظلمات الرحم وظلمة المشيمة. خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وقال بعضهم ظلمة صلب الأب وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم، وصحيح الأول هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. في ظلمات ثلاث، وذلك أخرجه الله للنور، ولما كان في بطن أمي ومن شرابا وسقاية وحفظا عليه. قال: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. كان أتى بمادة التوحيد لله جل وعلا، وأتى بمادة الخلق ليقيم الناس على التوحيد، فوصف لهم أن الإنسان مهما كان هو نفس واحدة ولها مواضيع، هي نفس واحدة خلقها الله جل وعلا لتوحيده وجعلها في ظلمات ثلاث دل على ربوبية الله جل في علاه، ولذلك أمرها بتوحيده. قال: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. كل هذا من لوازم الربوبية، الملك من لوازم الربوبية، طهر القلوب من لوازم الربوبية. قال: فأنى تصرفون. قال: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. قال: لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فالصبر في هذا الباب يصل بالمرء إلى توحيد الله جل وعلا. المهم أن يعطي النوارز على العلم وعلى مواطن التوحيد،
وأنهى بنفسي عن مواطن الشرك. قال فأنى تصرفون، فأنى تصرفون، أين تصرفون، أين تصرفون وتحيدون عن طريق الحق؟ أما ظهر لكم أن الله هو الحق؟ أما ظهر لكم أن أمره الحق؟ أما ظهر لكم أنه الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي؟ أما ظهر لكم بأن ملكوت السماوات والأرض والأراضين بيده؟ أما ظهر لكم أن خزائن السماوات والأرض بيده؟ فأنى تصرفون، أن تحيدون، كيف تحيدون، تضلون عن الطريق الصحيح، عن الشرع القويم، كيف وقد بيّن الله لكم بجلاء بالآيات الظاهرة القائرة البهيرة بأن الله جل في علاء هو الذي يستحق التوحيد، توحيد العبادة، بأنه الذي خلق ورزق وأعطى ومنع، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم، ذلكم يعيد عليه على خلق النفس وعائدة على خلق السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر. نعم، ذلكم كل ما جاءكم عن طريق الرسل من إظهار بجلاء ربوبية الله جل في علاه في الخلق والتدبير والأمر والنهي والعطاء والمنع. قال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفوا، يعني عليكم أن توحدوا الله جل في علاه، عليكم أن تلتزموا طريقه، فالحيدة عن طريق الله جل في علاه هلاك. لذلك قال فأنى تصرفون، كيف تجرؤون على الانحراف عن هذه الجادة التي ظهرت أنها مرتبطة بتوحيد الله جل في علاه. ولذلك لن يصل أحد إلى توحيد الله جل في علاه حتى يكون مطلما لهذه الأبواب، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنها الواسع الحق تثبيت توحيد الالهيه، وايضا المكلف لا يتكلف وياتي بما امر الله جل وعلا توحيدا لله جل وعلا، وان جاءه من يخالف لا يكون لقمه سائغه في النقاش، كما يقول الاشاعره، كما قلت الاشاعره ما عندهم الا توحيد الربوبيه، توحيد الالهيه عندهم فرع ولا يتأكدون مع الوقوف معهم. قلت لكم يحاربونكم أنكم تتكلمون في التوحيد. الفوائد المستنبطة، التعليق بالمستحيل من أساليب العرب للإعجاز، التعليق بالمستحيل، قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وذلك قال الله تعالى لو أراد الله يتخذ أرضا لاصطفى مما يخلق ما أشاء. من عظيم آيات الله اختلاف الليل والنهار، من عظيم آيات الله اختلاف الليل والنهار، إثبات ربوبية الله جل وعلا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج.